الحملة الانتخابية تدخل يومها 11 في تجمع شعبي بدار الثقافة لولاية ميلا. أكد المترشح لرئاسية 12 ديسمبر المقبل عز الدين مهوبي على ضرورة تطوير المدرسة وتحسين مناهجها وإبعادها عن جميع التأثيرات السياسية والحزبية. الاهتمام بالتعليم هو الأساس، هذه ما تسمعوا باللي أنا معلمي الطور الابتدائي أنهم في إضراب، في رافضين، غاضبين، لازم نسمعهم في المطار بتاعهم. فهذه المسائل المدرسة الجزائرية يجب إبعادها عن كل المؤثرات السياسية والحزبية، وهذه اتقوا الله في أبنائنا. تحريك الآلة الاقتصادية في الولاية بهدف امتصاص البطالة وإطلاق برنامج وطني للسكن بأكثر من 1,000,000 وحدة ورفع إعانة السكن الريفي هو أبرز ما التزم به المرشح في حال اختياره رئيسا للبلاد. الآن احنا قلنا نرفع المنحة اللي تقدمها الدولة للناس اللي حبوا يبنوا سكن ريفي، ونراجع حتى الصيغة اللي يبنى، ما أيضا لازم نراعي أنه يكون بيت محترم، ماهوش بالصيغة اللي راهي معمول بها. نرفع المنحة من 70 مليون سنتيم ل 100 مليون سنتيم، ويمكن من هذا المنبر نتكلم ونقول إن شاء الله المخطط نتاعنا في مجال السكن هو أننا نقدر ننجزوا 1,000,000 سكن خلال 5 سنوات. هذا وجدد المترشح التزامه برفع منحة المعاقين والمرأة الماكثة في البيت واستكمال تسوية عقود ما قبل التشغيل.